بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية، وياريت تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. في حلقة اليوم معنا المكمل الغذائي توبرو أكياس، وهو يحتوي على البروبيوتيك، وهو يستخدم في حالات اضطرابات الجهاز الهضمي وحالات الإسهال مهما كانت أسبابه، حيث يقلل من كمية البكتيريا الضارة التي تسبب الإسهال، ويدعم كفاءة الجهاز المناعي، ويحسن من حالات القولون. الجرعة حسب إرشادات الطبيب. طريقة الاستخدام: يذاب الكيس في كوب من الماء. العبوة 10 أكياس. سعر العبوة 55 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.